بادر منظمة غير حكومية ما بتبغى الربح، مهمتها خلق وعي للمبادرة الفردية أو الانتربرنورشيب بلبنان، وبتطبق مهمتها من خلال التعليم، التمويل وخلق تواصل بين الشباب المبادر ورجال الأعمال أو ما يعرف بالنتوركينج. بادر was established at the end of 2005, early 2006. There was the impetus from back then the Minister of Finance, Mr. Jihad Azour, and top Lebanese business leaders. And the idea came about to create an organization which is apolitical and a-religious, non-profit, which would be dedicated to support young entrepreneurs to help them get their dreams into reality. فئتي اللي بتستهدفها بادر هي من الشباب، معظمها بيكون من الشباب. منروح على الجامعات بنعمل برزنتيشنز بكل جامعة ومنعرفهم على كيف بادر فيها تساعدهم والبروغرامز اللي نحن ماشيين فيها وكيف فيهم يقدموا على هيدي البروغرامز. We are looking at what we call high impact businesses, high impact entrepreneurs. Basically these would be businesses that can have a potential for international, regional or international growth. We would cover all sectors as long as there's a innovative or creative aspect to the business. كنت انا بشتغل بشركه بلبنان، شركه خاصه، وكنا نطلب بوقت الغداء ماكولات جاهزه وهالامور هيدي. فمن هون خطرت الفكره على بالي انه ليش ما بنقدر نحن نحط كعك ولبنه بمنتج واحد. فسجلت لها براءه اختراع وتوجهت لعند بادر من بعد ما عملت لها دراسه ماليه. من هون بادر قدر ساعدني بالدراسه الماليه، لفت لي نظري على بعض الامور لانه في عالم مختصين ببادر بيعملوا هالامور هيدي. من بعد دعموني كبادر بكفالات، اخذت مصريتي من بنك الكويت والعالم العربي. لو ما هالرساله فعلا نحن ما كنا قدرنا نقدر نحصل على الكفاله. بيهينوا لك طريقه شغلك بنفس الوقت بينظموا لك اياها. يعني انت يمكن فيك تعمل هالشيء بس بتاخذ معك وقت اطول، ممكن توصل للشخص بس ما بتقدر تاخذ منه اللي انت بدك اياه بالسعر اللي بدك اياه او بالنتيجه اللي بدك اياها. على صعيد التعليم في عنا الـ MIT Arab Business Plan Competition أو مسابقة أفضل خطة عمل بالعالم العربي، والهدف منها هي توعية الشباب على كيف يكتبوا خطة عمل، وهي الخطوة الأولى اللي لازم الشباب يكونوا عم يشتغلوا عليها تيبلشوا البزنس تبعهم. وفي كمان عنا الـ Scholarship Program. هيدي السنة نحن مقدمين ثلاثة Scholarships أو منح دراسية. أنا هلأ بالإيو بي عم بعمل Business Administration تأرجع أعمل Emphasis in Entrepreneurship Management، وهيدي كانت عبر منحة قدمت لي إياها جمعية بادر. هلأ في ثلاثة Scholarships عم تتقدم، الابليكيشنز هن على الويب سايت تبع بادر www.baderlebanon.com. بعتقد اليوم ما أنا رح أقدر ساعد كمان ناس بدون كمان يبلشوا، ولح اقدر انضم لشركه بادر. واذا انضميت لشركه بادر وغيري قدر انضم لشركه بادر وكبرت هالحلقه وقدرنا نساعد بعض، بالنهايه بنكون عم نساعد بلد ككل. وهذا هيدي بعتقد تبلشي ليقولوا لك انه نحن ما بدنا شيء، عم نساعدك وبكره انت ما تاخذ شيء وجرب ساعد. In Lebanon we have wonderful resources and it's a shame to see people going outside of Lebanon because they don't have the opportunities in our country to develop their ideas and their creativity. So Bader is here to help them find solutions and opportunities for them to stay here and to build a better Lebanon.